السلام عليكم، اهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم راح اتكلم لكم عن الايربودز والتحديث الجديد اللي نزل لها. طبعا اللي شاف 11 شيء سويته في الغناء عن الايربودز يعرف ان الايربودز نزل لها سوفتيرات تحديثات. قبل ما اتكلم عن تحديث خفيف وتلقائي اذا شبكت على الجهاز ينزل لك التحديث، لكن بوريكم الحين. طبعا افضل انك تشوف الفيديو اللي في القناه 11 شيء عن ما تعرفه عن الايربودز، تكلمت عن ده الشيء كامل مفصل، لكن الحين بوريكم كيف تطلع هنا التحديث وكل شيء. بدايه لازم تشبك على الايفون، ايفونك، فتفتحها لين تشبك مثل ما نشوف شبكة الحين. لو نسحب هنا نتأكد اوكي شابكة الحين في الجهاز حقي. ننزل الاعدادات عام حول، اسف على اللغة الانجليزية لكن بتكون بالعربي. ننزل اخر شيء نشوفها هنا تطلع عندنا السماعة نفسها الايربودز. لو نضغط عليها نشوف التحديث اللي عندي هنا، يعتبر تحديث قديم. كيف تحدد التحديث الجديد؟ مالك الا يعني ما فيه اي شيء، تشبك على الجهاز حقك، تسكرها، تحطها في الشاحن، تتركها 10 ثواني، 5 ثواني، ساعة، ساعتين، حطها ونام، راح تصحى راح تغير عندك. هذا السوفت وير القديم اللي عندنا، فيرموير فيرجن مثل ما نشوف، هذا راح يكون عندك كذا. المهم ان الرقم الفيرموير راح يتغير. طبعا شو الميزات اللي راح تنزل؟ ما في ميزات، كلها تصليحات، إذا كان عندك مشاكل راح تصلحها. أنا ما ودي حد يهتم إذا نزل التحديث ولا ما نزل التحديث، لكن بس المعلومية أن في تحديث لها ونزل تحديث وراح ينزل للكل الحين تلقائي. ما في سوفت وير وتحدثها نفس الساعة ولا الجوال، لا ما في أي شيء، بس شبكة خليها مشبوكة وحطها في الشاحن وتركها تلقائي كذا الحالي راح يحدث، وراح تعرف أنه حدث ولا محدث من هنا الخيار يتغير عندك هذا بس. ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع ومن لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون فضل دعاكم. السلام عليكم.